الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. أي فتن سيد ربي خالق سبحانه وتعالى إخلقد يعبذيس غردونيه للعبادة إخلقد يعبذيس بشد في عبد أي فتن تسجن إذ المهمة تسجن إجلاق أسيدي تسدد الإنسان مدى الحياة وخرب وين أي إزدقد ربك سعدد الدنيا أدي تسمي كثير المهمين سيدي وشمين إيدي خلق سيد ربي الدشو المهمين أهل طرنا أذ عشر كان كدينا أذ شغط سوار بعد أذ مثل أما كنينا إذ ضرور الحيوان ولكن لا الإنسان ذي العاقل إذ كيس ضرب بلا عقل إخلقتي ضغط الدنيا بشرة سيامة ويف كيز المهمين باش أذ يعبد وين تدي خلقا كيف مثلا وذين أذ يسن سنفع العبد ماشي سنفع عن سيد ربي الإنسان اللي يعبد سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أذ يعيش ثم عيشت إلهان أذ يساعدته ذات إلهان يسعى الهدف ذا شو غير يكتدوم ذا شو لوبجيكتيف إغر السلام ذي جنت سيد ربي من خالق سبحانه وتعالى الإنسان الذي قلنا يقرد تمسات أجيان للا عبادة أنا بخي بويسي صار المهم ما ينس فشو من في ديف كان سيد ربي من غير دوني سيد ربي أسي خدم ثو ذاتي نس الدوني ثي نس استخدم مخلاق أسي يساعد دي أكني تياق الحياة أكام يثبت سيد ربي من خالق سبحانه وتعالى خي قد يعذيس غير دوني إجعيد ذي العمارة القاعدين ذنسان إذ سيد إن الخلق ذنسان يفضل سيد ربنا في جميع الخلائق مرة ويفكيز خرب وين دي خلق دوني مرة أكو ذي الكون ذي القاعة ذي الهواء ذي هنيا ذي الهواء الأكسجين ذي البحر أكو أين إلا مرة إسخرة باش نخدم غفل عالم أي مثل ولكن بشرط اللي خدمها في العبد أثيضوع مدى العبد ذاكين يعبد سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى الهواء تخدمها في العبد القاعة تخدمها في العبد البحار يخدمها في العبد الحيوان ثمرة هذا خدمها في العبد مدى العبد ذنين يخلق يعبد سيد ربي من الخالق سبحانه وتعالى أسمينا يتمرد الإنسان غف سيد ربي غادي وخر غف سيد ربي غادي نبعيد الله جربي جيبون الذين كارسي وانت دقيقا أتمرد الخلائق في اللاس لهوا وجد سلسلة يصيح البحر دي سلسلة الإصلاح الهواء وجد سلسلة الإصلاح أين يبغون يلي أذي 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 الزين العالم أذي يتمرد في اللاس وهذا في الدور إذا ثقويا دايت مثلا باش أنا عايش لما عايش لي الهان اللي قنا عبد سيد ربي يا دقيق سبحانه وتعالى يقضي الصخر مرة وكوين اللي دوني كامل أدي سد النفع إلى عبد مدى العبد يعبد سيد ربي قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أكام مثلا إذا الإنسان دقيقا إذا الأمر إنس ألا له الخلق والأمر إذا الإنسان ألا دقيقا ودقيقا فماذا ما آدم ماشي واحد سيد ربي سيد ربي دقيقا بيكون العبد مزوالو الآدم يلقاه دقيقا دخل سيد ربي دقيقا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم من تراب أكام إذن سيد ربي دقيقا إذن تيك زران دشو إغيز زران داخل تنفسينا يزران دشو إغيز سياق إيوايا المصلحة أكبر وقت سنزران ونكون يسيبنا كيف مثل سيد ربي زران المصلحة العبدين يخلق أكبر وقت يزران العبدين بالذات المصلحة يمس إيه مثل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كيف مثل أين يفوي كيف أين يفوي كيف العبد دي دونيثا أما اسم يفنى العمر دونيثا دي يفوي السيوض العلم دي المستوى ودي تسفر كلا الخلل
ديال الخليقة شي ربي اما الجني اما ديال القاع اما ديال البحر اما ديال الحيوانات مره ويخزر الانسان ديما نيش كان واحد بس ادي تامل سيدي ربي العبد امشي يعني الخليقة يسير كيف يدي خلق ادي توحيد سيدي ربي اي لان كان ظاهريا ادي توحيد سيدي ربي لا اله الا محمد رسول الله بلا ما ذاك اللي يكشف على الديتاي لي زوركان اللي خلق سيدي ربي الداخل امشي كان انتبدا على الهدى على اليحو انا نخدم شويه أكامل مثل إذن الخليقة لسيدة ربي والأمر ينس إذن نسير دخيقة إذن إلى ويقدر ضوع سيدة ربي لكنا غدينا إين دينا ذي حيائي ذي حيائي المخدمين دينا ذي حرام ذي حرام هذا سنوخة إذ كي يغدر الأوامر أثن نخدم إذ كي يغدر النواهي إين في غدينها هذا سنوخة أكامل مثل إذن الإنسان ماذا اللي يتأمل أن يشتري من الحالي جميك سعيشة كم أكل يتيقي حي إذن الحرق هو الذي سيدار بالخالق سبحانه وتعالى إذن تساند يتكن النعمة وإذن تساند يتبتني للحاف على حسب الحالة التي يقول لا العبد يتخلى بسيدار بي سبحانه وتعالى سيدار بي سبحانه وتعالى أثي دي قابل أكيم كيف مثلا الناس يومون الناس لأحد الصالحين وغير غض زرم ماذا قلنا أنس كان مقدار على سيدار بي ومزمع غضواني الناس نعم زمع غض زرم أين يسعى سيدة ربي لقدر ضخي بويك يسعى كشين لقدر غروس أكيد مثلا أكل تعامل الدخلاء سيدة ربي الذي يتعامل يديه أكل فروح ربي أذك يروح أذن الإنسان أي مثلا أذن يتقلب دائما غير الأحوال قول لي زيد خدم سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ولاش ونحمل على النعمه النعمه اخيرا نطالب بكل انسان يطالب بسيدي ربي النعمه ولكن النعمه من سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما سيدي فكينا الى خد الانسان الذي يعترف الى ان يستعرف شويه قليله اكيد مثلا ثم زوره النعمه ام كتسقى بهم أتقبل الشكر أتحمل سيدي ربي هذا الشكر أعظم النعمة غير قد يخدم الإنسان المؤمن نعمة الهداية أحمد سيدي ربي شكرتنا الإسلام إفكيكد الدين إفكيكد الهداية يهديك سيدي ربي غير وليد الدين أعظم النعمة خطر أين يفوي كثير فكيف تسحب ولا قرارات فكيف تروح فكيف تشي ولا قرارات فكيف تروح فكيف تدريع إما ما تروح وإما تنجر فكيف أين يفوي كيف كيف تدري الدنيا كمان ولا قرار حشر وحرف روح كل استدائقة الموت كل شيء هالك إلى وجهه له الحكم وإليه ترجعه ولكن أين يتشدو من يتفكر بالهداية أي خطر الهداية تسوي بالعمل الصالح والعمل الصالح من أنا ليدوم دي يخف ودي يخف دي الوقف يتفكره وبدوني تتفكر في هذه المرة إذا أعظم النعمة النعمة الهداية يقال سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إذا الإنسان أدي حمد سيدي ربي أدي تسجد ذكيت ذكواس أدي تظلم ذكيت ذكواس شكرا لله النعمة إذا قد اعترف أولا وقبل كل شيء باللي النعمة صور سيدي ربي من صرحه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الهداية وكيد هذا سيدي ربي صحاني وكسي ديفكا سيدي ربي شيني وكسي ديفكا سيدي ربي الدريان الدريان وكسي ديفكا سيدي ربي لا عقلني وكسي ديفكا سيدي ربي إذا الإنسان الذي يزار باللي وما بكم من نعمة فمن الله كل قوينا كو إيزي دينا عن سيدة ربنا يعني إيزي كامل إلى خل يعقب اللي سوى سيدة ربي الخير سبحانه وتعالى الإنسان ماذا قد يفغى المجال يجين المجال أسيدة كي دي بوين أبي رحلي خصان النافذ قارون قال إنما أتيته على علم عندي إلي سيدة كي دي بوين فخصفنا به وبداله الأرض يخصف سيدة ربي في السيقاء يسعى فرعون القوة إليس أنا ربكم الآن فأغرقناه ومن معه جميعا يغسر القدس إلى ربي إذا الإنسان
أبي بعد يبوا يم أنا مكيني مكيني أماكن يخ إبليس اللي ندم جوره يطلب لي سيد ربي دي جلد إنس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ذا يطلب لي دي جلد وإن فرعون أول إسقاط سيد إن إسقاط سيد ربي وإن قارون أول إس يخسف سيد ربي في الناس القاع إذا الإنسان المؤمن تبويز الذي يعلق دائما النعمة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أستعرفت النعمة من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى واتحب هذا الشكر ماشي متسغير هذا النعمة ولكن أسمه هذا المنع فضل النعمة اليوم سيد ربي سيد الكان وماذا قلت له هذا سيد ربي تعرفت سيد ربي سيحق سيد ربي سبحانه وتعالى ما بدي زجل ما تحمد هذا الشكر سيد ربي بدي زجل ها وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا كان الحمد لله سيدي ربي شكرا. ماشي كان سوى والد السنة الحمد لله كان بشكرا. حقيقة اللي هي يكتب الملائكة عند فرانك جريج مريني شكولي كده روحي لبلادهم ماشي تشوف لا ميلان تصايد الأجر باسم مليح مليح. ولكن يقرص ربي كويس اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور إينك الحمد الشكر في الشفرة سلعان وذي القليل إذ حمد سيد ربي شكرتك كل إطلاق الحال ماشي تسجمين من ذجمين أرطاسي ذي حمد أرطاسي ذي شكرا ولكن سلعان ننتد قولا وعملا وذي القليل ذي حمد ذي شكرا سلعان كما يتمثل إذا أبي حمد سيد ربي العالم أبي شكر سيد العالم أبي استخدم النعمة اللي غزل يفكى سيد ربي أبي استخدم بقبلة سيد ربي يفكى يضرب بشيء أتسخدم بقبلة سيد ربي أتزكي أتسبق أتسخدم دين خافينك أين كان أين الجر سيسرع لوراتك ولكن أتسخدم إلى خافينك ها كيف يضرب بيهم الدريع أتسرع أبلي سيد ربي سبحانه وتعالى لكن سيد ربي كي يجازيهم كي يضرب السحارة تسخر بقبل سيد ربي سبحانه وتعالى أين يقول كيف في الدنيا ما تسخر بقبل سيد ربي قال سيد ربي كويس وبالتالي فيما أتاك ما هو الدار الآخر إذن النعمة شوية يجب إسان تسخر إسان قبل سيد ربي باش سيد ربي أذك تيشدو النعمة شوية كسات سيخابي يعني ولكن سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذو الحكمة البالغة إذ بس دي في كل عودة أثي دي فيو وانسى دائما أكثر بويني دي خضم يعني ذي إسا ذي خير أم كذي قبل إنسان أنشتغل إلى دائما الذي حمد سيد ربي هذا ذي شكرا خطر سيد ربي ذي دقيقة إسا رحمة فلس إن الله أرحم على عبده من المرأة على ولدها سيد ربي إسا رحمة من غفي عبديس أكثر بكنا لتسعوتي مالسا غفل الهيس يكيد سيد ربي أين يخذ في الإدارة يفيكي المصائب يربينا يدعوني يديك مرة إلا أتحمد سيد ربي أتشكر واتشبر إذا أنت إجزمان أكن ديفك البنية إجزمان سيفذ إجمال دي خلف في مبيس وكان بني دي خدم الخير دي خدم يقرب بيديك الخير إنك على كل شيء قدير إذا الإنسان شو شيء سيري قبل السجن سيقبل الصبر يقرب سيد ربي سبحانه عز وجل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا تفغر العقل وإذا تفغر يبرين أن يتبع دائما بين سيد ربي أن يصبر سيد ربي سيد ربي استشوف غربينيها أحيانا يزمرك العود أبدي فيك أينك نيم وثف غبارا أينك نيم أكي قرحا أينك نيم إذا تنضرب ولكن النفعيك من رأس سندي كان المستقبل وين لها أمد الدنيا ما دي دخلت من رأس سنة من دي كان إذا نسيب ربك سعال الحكمة البالغة ده شو مدين سنة ده شو أمكان دي التعامل للعبدينس وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور الصبر مفتاح الفرج شو بدي قالوا خلق معجوز قل لن يصيبن إني
كلام كوين لا يضرني إذنه إذا غير ضرب يمضي الإذهان قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما يثبت إذا حد الصيب دائما وأبدا الإنسان ينبغون يضرني بس سيدي تنزل ماشي بالدين خطأ أما دين الإذهان أما دين الدين إذن دوني توقار دوني ذات الشاك ولكن إذ يخاف الشاك عام غورك الديني كتصرح بيد الديني الباقي من كل شريفات غورك الديني إذا المصيبة للدين تبكل تجي مرة أكو إنسانة بوث تبوك بوهارا إذا ألح مصيبة ربين ماشي للدين أي المثل مادام قالك المؤمن مادام ذي الإيمان يكثلت ذي الظالثي يكثلت ذي العيبة داني يكثلت قد سعيد دشون إقبران يديك في بورام ننفرج بكفص مصيبة ربين إلات أدنى أدنى تفربين يقول كرنا يقين خطأ دائما وأبدا الإنسان ما ليلة يشتروا على سيدة ربين سيدة ربين هذه السيف فلاس إزديف كسبة وذي فرج فلاس سي خير يكسر في مصرد أقلقها تسلط يكسر في مسيوت أقلقها تزرد يكسر في مسيوت أقلقها في يحرف فما الإنسان مثل نسعى لي مرة كيف مثلا أتحمل سيدة ربين أتشكر يفكر يضرب الصبر هذا الصبر وين يضغون يضغون يديه وصبر وما صبرك إلا بالله وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أيدي خلف سوين الهان وين ضراني وين ضراني يدي وسيد ربي الخالق سبحانه وتعالى أيدي فكر أجر الحسنات تفرد زكاة يوم القيامة خطر حميك ما تصبر بحميك ها؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان الله بالشر بالشر سيد ربي كان بذي فيك صبران سيد ربي قال الله مع الصابرين سيد ربي الصابرين يكتهم والله يحب الصابرين سيد ربي يحمي الصبر مثلا والصبر يتكسر بالأجر بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سبحان الله إذن الإنسان ماذا قال هذا النعمة؟ أذي حمد هذا يشكر؟ ماذا قال هذا الابتلاء إلى آخر هذه الصبر؟ الصبر ذا النصف من الإيمان والنصف أيضا بالشكر. هذا الصبر واتحمد هذا السيد ربي الشكر أقيك في حق الإيمان سيك ميز. كيف مثلا؟ ما في ندخل نظر ذي الطاعة لسيد ربي دي الخذاء دي الأفعال العين دي الأعمال الحسنة إذا قد سعقين بالنبي لقد ندخلها أفوذ ميسا كنت صور كل هذا وقت تصور أنشتغين أنشتغين غير مثل الطاعة إذا قد أسخل أتجد مخلصا لله أفوذ ميس محلص أياك وإياك أسخل ما تفوذ من الغاشية باش أدينين ذو إما قامل الرياء لعملين في مرة يروح كربي ندخل من مرة أكوي واستنفع رئيس وقصد ربي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور صزلي الزكاة والصوم بالحج الصدقاء كربوا الفعل أكثر من مرة أفوذ من غاشي بشك تسوي من ذلك أكي أسيد ربي أكي نعم إني إياي مش بشاهد درف لك إني إلهان الغاشي أثنى لك بشاهد درف لك إني إلهان ولكن ماشي أفوذ بي ويفتخل وتساعد بشهم هذا في الغربورية إذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء كينا روح صحب الويدة لنا أفوذ ما نسمي فيدخل من مرة كلا دنيا نذنب دي في كل ياجر ماشي بكاين دي في كل ياجر خطر يقال جواليس أنا أغن الشركاء عن الشرك فمن أشرك في عمل عمله معي غيري تركته وشركه وأنا منه بريء ولن يخل من الشرك دين عمل نس جرف يشرك نس ها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى حشينا ندخل الله فذ من سيد ربه حشينا يسأل تعبير غرب ورس أي مثل إذن الإنسان اللي يخدم فذ من سيد ربه ندخل الله ونصدر قرارا أعمال لك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا يدرد يرد إخنام أليستضر للتضر من سيد ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله
ما تصدقت به يمينه. وإنك إنك تفكرك الصدقة شو فوسي يفوس وثاني ما يعني ما هو فوس الزرباء ذا شو إنك صدق وفوس يفوس. عالي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتصدق الفقراء ذا المساكين يورو يعني ما ليس تسفن الرزق الفقراء ذا المساكين زادي خبر نسل ألمي ذا شريك موثا يعلم البليغ ذا نسان يتصدق لكن على خطر واسمي الموثي نقضع ولكن اسني تسككين كيف مثل أنشتكي مران ذو يذكي كحمين أذمى ربي سبحانه وتعالى. إذن وما في فاسد سيدي ربي خطر كل ابن آدم خطا كيف فعل العقل ابن آدم خطر حشر ذات غلطة كل ابن آدم خطا وخير الخطائين التوابون وليش الأعمى من الغلطة على سيدنا آدم ذي عذاب سواء تشال التجارة يغوث إبليس تشال التجارة ذي الجنف. إذن كل العبد يدون حشر ذات غلطة ولكن إلا قد يزي فورا غرسي دربي إلا قد يزي غرسي دربي ذريبي أذي استغفر أذي ثو غرسي دربي خطر ثيب ولا ينسى التوبة اللي ثليم ثبوت التوبة دائما ثليم ولكن غيوي أقبل أهث أروح لي كاذي روح ماذا قلت الثوفة أقبل أتسمى ثوفة بلادم سيد ربي يقبل التوبيني ولكن ماذا قلت روحة فغضر الدنيا ثقيم أقبل التوبة أنوالك يعفون أظهر ذا رسيد ربيهم هذا كيافون وذن سكاني تعفون ولكن ماذا قال فغاوي ذا رسيد ربيهم وتسوى ذلك صعبي سيد ربي تقول ليس دائما الدنيا الكامل مثلا إنسي ونسي ابن موسى عليه السلام إنسي نبي الله إنسي ذو عصيد ربي 20 سنة وعصفت 20 سنة إنسي بغي غدا أدوغي غروس إنسي أرطان هذي أذيقبي سيد ربي سبحانه وتعالى يسري سيدي يواجزني الناس يا كريمي يا موسى قل لهذا الرجل إناس أطعتنا فأطعناك وأحببتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك ولو عدت إلينا لقبلناك. سبحان الله إناس ضعضيهم 20 سنة ضعضي ضعك في كالدين تغير حمل ضي حميل اسمنا في عصا معنى اسمي إنيس اسمي غير في عصا بك عصا سيد ربي إنيس إنيس فكرة الطوع وكعوق بغير ذلك فكرة الطوع إنيس ولكن ماذا كنت تسير دار ولينك قضية الله أنت كذا رحنا من سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرب جويس وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إنيك يمكن أسعى فوق يعني اليوم يزيد غربوين أذي أخرى في بلد ندير لك فيها أذي يندم سبول يسفن خطر يسيد ربي الزرام شيء لم بويه ماذا قلت ندم ذار الزدخلي الزدخلي بويه يمكن يقبل توبينك العباد ندم ذار مروز مانا الزرام شيء لم بويه يسيد ربي الزرام شيء لم بويه الزرام شيء لم بويه كانت ندم ذار سبويه وتعاهد سيد ربي متعاوض وصغير غير بلدني وين إلا الحق ثلاثة أيام الحقوق إلى الجريك دخلق ولكن الحقوق صعب على الجريك بالعباد أي ندد الحقوق الجريك بالعباد إلى قد انطرد ولكن تسلس إلى قصة الطرد ولكن ضيب إلى قصة طيب ضيعفه وإن يدمد وذكرا إلى قد استرد حق نينس أتسفر من إيه الجريك بالعباد سنبقى أكي يقول توبيني خبر إنسان ذو الرحمة الواسعة إليك ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك لا ما كان منك ولا أبالي إني يقولون أنه إذا شرق الدنيا تجد دنوبا فرح ريد الدنوب فضرضين دي لعفو فضرضين دي لعفو إني سألتني كذا كافو إني سألتني ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ولم تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي إنيس ما نقول لك وذن دلوبي كاريني ويدخل البرع شريك أذيك عفو كسو ديوي كيف ماذا؟ إذا أنت تائب من الذنب كما لا ذنب له وين يكتب ليس الربيع غاسي الربيع من نسعى على الدنوب ثم شكون يصفى أنك نسعى على الدنوب
بشرط أن مثلا الإنسان الذي توفق الذي يمث الذي يوث سكرات الموت. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقها في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. سيد ربك يقبل توبة إليك وقبل دوت سكرات الموت. ما قلت سكرات الموت ذاين التبر ثنين توبة فارمين فغيق ذاين خلاص كغير مثلا. إذن الإنسان دائما وأبدا هذه تقلب دخل من النعمة من سيد ربي نقض الابتلاءات. مثل هذه النعمة هذه حمل سيد ربي تيشكر هذه يعقب لي نسي السيد في كان وهذه حمل هذه يشكر وهذه خدميني الهان شوية لك نسي في كان وبالتغيير فيما أتاك الله والدار الآخر خدميني كحمل سيد ربي خدم الخير هني مماليك تهني التوشلتينك تهني ذا الغيرينك أرحم الغاشين خدم الخير الغاشين خير الناس ينفعهم الخير للغشير من يجي نفعان الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء وذي قال رحمنا رحمه من سيد ربي رحمه وذي الذي قاعدنا إذا رحم وذي الذي قيمنا سيد ربي قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكذي قال المؤمنين الدنيا ثمرة هكو إذا قال لنا رحمة للعالمين حشرنا من كل يوم دقنا من قليلا إذا لهنا ما دي فرنس داخلس إلى عبادي جديزي ذرحنا لهنا أدي فرن إلى عبادي جديزي كان إذا النعمة أن شوي جنسا بلد حمد ربي شكره شوي جسد يتبان الحمد شوي جسد يتبان الشكر وما يعني بتالي كنت سيد ربي سكرا إلا قد صبر ذوات الجادة سيد ربي واصبر وما صبرك إلا بالله وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور اصبر سيد ربي تفرج اصبر سيد ربي كلش الفوزيس اصبر سيد ربي ولاش داشي مو يجبر لنا ولاش داشي مو يدي كان النيجس اصبر اختي دي عاودا سيد ربي اختينا إذا نسيكي دقيقا سأسعى رحمة في الله اجتم سي وخلق غور كتسقي وقينيات غور كتسفض يوريد فرجو حاجة تفغل تفغل غروين إلها بفضل الله وبرحمته سنقدر ينسي الواسعة إن شاء الله كم كيف مثلا إنك تشينا أتقبير أنشتاقي مرة أتقبير ستاهم باش يصنع سياع ستاهم أتقبير مرة أنشتاقينا صوت صوت وليه يتعلق غلو خلاق تخدم العمل الصالح تخدميني الهان أدخل فوذ ميشو تقرر كوذ من غير مرة كنت تقرر أما كنوا ذخل العمل الصالح في الليلة ما كنوا حكيس عشد دوني أصدر رياضة في عباد الليلة المرة غس خدم دي خير العباد من دوني في مرة تخدم لاصل الخير ولكن باش أفمن هو كيف خدم لاش تنيا أفوذ من سيد ربي وحدس ماشي بفوذ من غير مرة وما ضغية دير معصية ثم أقبل كفاليها ما عند رد المعصية إلى قصوفة أقبل كفاليها ماذا إلا تقول ضد الغرغراني تروح بخلاص أزرق تسدلو به والخيار للعباد دوين اللي يجبدلو به سيدوني يروح أنف ولك تشبحات أي أي الخيار ديال العباد دوينا روحنا أنف ولك تشبحات غصي دارنا الخيار بينا دوينا روحنا من الخيار أنف ولك تشبحات وحشيني الهانيك ماركينيس ولاش كان بوين من ديريك ماركينيس كلش داش محل رجع يا ربي دي مؤمنين ان شاء الله حياتنا رجع ربي بوينك يدي حمد سيدي ربي شكرا رجع يا ربي بوينك انك تشور سيدي ربي ويا ونسن ذا الايمان الطاعة ينس ذا الخوف ينس ذا الرجاء ينس رجع يا ربي بوينك ينس تولى ننسن غفية خاف ما شاف الدنيا تخضر الدنيا تتفكان الدنيا تتفكان دوني ولا شو تسيبوني يدس ولكن ماذا قلت لك شتي تخرب يا خالد سيد ربي يخرب الدنيا من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه كي الرسول صلى الله عليه وسلم غد الارض يهضر بالو بريدس ان شاء الله غير من ربي بريدس احنا قبل هذا غفاف اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وان الباطل باطل وارزقني اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.